وزارة شباب ثقافة وتوافر دائما يعني تحاول الدعم المجال الثقافي ومجال الفنون. وهنا نتكلم على حتى الفنون الرقمية يعني لار نوميريك. المجال ديال التكنولوجيا تطور بطريقة يعني جد مهمة على الصعيد الدولي، وتبين أن اليوم حتى المجال الثقافي ومجال ديال الفنون عنده يعني المجال ديالو في هذا التطور ديال التكنولوجيات. فلهذا وانتم كتعرفوا أن على الصعيد الدولي كاين هناك اهتمام بهذا التطور اللي كيعرفوه يعني كيعرفوه لار نوميريك. والرسالة هي كذلك أن وزارة الثقافة اليوم انضمت هذا النشاط مع 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 قطاع السياحة. ما يمكنناش ما نربطوش بالمفهوم ديال الصناعة الثقافية، وبالطبع حتى يعني الاهتمام اللي يكون عند أولى المغاربة، لأن هذا موجه للمغاربة وحتى السياح الأجانب. وبالطبع الهدف مرة أخرى هو تكون برمجة ثقافية مرتبطة بما يعرفه تطور العالم، باش نبينوا باش أولا نقويوا المفهوم ديالنا حنايا ديال تاريخنا ديال بلادنا ديال تراثنا بتطور التكنولوجيا اللي كيعرفوا العالم. وانا متيقن بانه هناك يعني مجموعه ديال الشباب المغاربه اللي غيهتموا بهذه المجالات، وغيكون هناك حتى من طرفهم استثمارات في هذه المجالات باش يخلقوا مقاولات جديده، مجالات جديده لخلق مره اخرى اقتصاد جديد مرتبط بالثقافه والسياحه. شكرا. في الحقيقه هذا المشروعين كان مندرجين ضمن مهرجان تيفوت، وهما تكمله لهذا المهرجان الذي نظم في شهر ماي المنصرم بمحج الرياض، وهو مهرجان الفنون الرقمية رقميات الرباط، الذي قدمنا من خلاله مجموعة من الأعمال الرقمية. ويأتي اليوم هذين العرضين الفنيين كتكميلة لهذا المشروع الذي انخرطنا فيه مع الوزارة منذ مدة. العرض الأول بطبيعة الحال اسمه كوكبات، وعلى إثر سمي هذا الحدث أيضا، وهو يستعمل الماء كمادة خام ليحاول أن ينحت صورا على الماء، وحاول أن يسافر بنا إلى الكون وإلى الكواكب والنجوم عبر الماء. الماء كطبيعة الحال مادة حية وكرمز للحياة، وأنه يعني مادة حية ورمز للحياة أيضا. ثم المشروع الثاني وهو حاول أيضا أن ينحت صورا في الهواء انطلاقا من اللازر، وبذلك يكون هذين الفنانين قد استطاعا أن ينحتا صورا شعرية جميلة، سواء انطلاقا من الماء أو من الهواء باعتبارهما عنصر الحياة. هادشي زوين وعجبني بزاف، وهادشي يدخل في إطار التكنولوجيا الجديدة ولينا تنعيشوها في هاد الوقت، وتنشكروا المسؤولين اللي داروا لنا هادشي واللي وقام في أبي رقراق، وتنشكروا بزاف المسؤولين وشكرا. عجبني التكنولوجيا اللي خدموها في الماء، وعجبني داكشي مزيان.